قال بسألوني هو شو اللي صاير آخر كم من يوم بالبلد شو فيه؟ قلت لهم والله ما في شيء، يعني أنا اللي سمعته إنه في ولد صغير كان بيلعب مع أصحابه بالحارة، الولد يعني عدم مؤاخذة أصدر صوتا كريها، يعني ضرط فص من الآخر، عشان يعني أنا شايف التساؤل في عيون الأخ اللي قاعد هناك. أنت لسه ترفع حواجبك وتندهشي، شكلك هتعطليني أنت أخرى. نعم لقد فعلها. المهم فأولاد الحارة الزنخين صاروا يمسكوها عليه ويعني ويجرسوا، فقال لك يعني عشان يطلع من الموقف حط إيده على بطنه، ويا بطني يا بطني يا معدة بتتقطع، وارتمى في الأرض. فحملوا وراحوا فيه على البيت، أهله يعملوا له أعشاب، نعنع، بابونج، مرمية، شيح، قاسوم، تنحل ما تنحل، والولد اندمج في الموقف وبطل عارف يطلع منه. اجوا أهله آخر شيء قالوا ما إلنا غير نأخذه على المستشفى. أخذوه على المستشفى وهناك دكتور يأخذه ودكتور يجيبه وفحوصات وتحاليل وصور أشعة، لما فاتورته طلعت بالآلاف. وبعدين آخر شيء قالوا لا بده عملية، فتحوا بطنه للولد وقالوا بدنا نشيل الزايدة، ولقوا كلية أخذوها، لقوا مش عارف بنكرياس شالوه. المهم يعني خربطوا له عيشته. فيعني احنا بالأخير العبرة المستفادة انه يا عم انت لما تطقع فص اعترف واعتذر وبتمرق اسبوع زمن الناس تمسكها عليك وبتنساك، لكن تسوق فيها كثير لحد ما يفتحوا بطنك وبلش يأخذوا بأعضائك، والله ما هي مستاهلة. وسلامة فيمكو وسلامة عماركو.